ما بتعرفوا اليوم رح نفتح بذا جيرل اون ذا ترين، بس هذا فيلم تجاري بس حلو كثير، بيفتح بكره بفتكر بالصالة. عندنا 76 فيلم وبيناتهم في الدوليه وفي الشرق الاوسط، وفي عندنا قسم المسابقه وعندنا قسم جبهه الرفض اللي مقسمينها على ثلاثه، سبيكرز كورنر يعني مثل هايد بارك، عندك الكالينري الطبخ، وعندك البيئه. ايه وبالدول عندنا هالشي 25 فيلم طويل، ايه من دير مندار العالم كمان من جميعه المواضيع. اكثر الافلام هالسنه كلها بتحكي عن مشاكل الكون، كلها 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 كلها، لحتى من تركيا زيت شيء اجاني افلام كلها كلها مواضيع. يعني انا هالسنه قد ما اجينا فوق ال 400 فيلم بس من الشرق الاوسط، شيء عن اللجوء، شيء عن التهجير، شيء عن بيعلقوا بتركيا ما بيقدروا يقطعوا، شيء عن النسوان اللي رجالهم بكبوا اسيد على وجهن، مواضيع كلها كلها، تجاره الاعضاء، الاولاد بالعراق اليتامى بيلمون عن طرقات بياخذون بقصون وبياخذوا الكلب وبيرجعوا بكبون ثاني، شيء ما بشيء بالشعب. مشان هيك نحن فتحنا هالقسم، وقت يبلش ربيع العربي صار يجينا افلام افلام، لانه نحن البلد الوحيد بهالمنطقه بتعرف انه عندنا حريه الاعتبار.